مر انت على الحاله اللي هنا. ايوه الجمعه الجايه يعني؟ لا انا موريش اي حاجه، هجيب مروه وفاطمه ونيجي ان شاء الله من الصبح. بس انا عايزك بقى ايه تقول لامي تعمل لنا كام فطيره كده خدهم معايا وانا ماشي. لا اشوف وشك بخير، مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. دكتور فاروق كان بيدور على حضرتك. طب روحي انت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام. كل ده في السوق يا بنتي؟ أيوه يا ماما في السوق. مال يعني هكون فين؟ بس أنت تأخرتي قوي، قلقتيني عليك. تأخرت؟ كان لازم أتأخر. أصل أنا تهت يا ماما، تهت حتة دين توه. كنت داخله في الشارع كده هون، لقيت نفسي في الشارع التاني كده هون. الله، في ايه يا بت؟ مالك؟ مال يا ماما؟ مفيش حاجه. مصهده يا ماما. الصهد صهد؟ ده انا بردان. بس انا مصهده. ايوه والله مصهده. اسكتي، ما قلتلكيش يا ماما مش انا جبتلك البسله اللي انت طلبتيها اطباق؟ وجبتيها بكام دي؟ جبتها بفلوس. هروح احط البطاية على النار لحسن تكون عجوزة وتاخد سوى، وهحط البسلة في التلاجة، وهجيلك اجيب لك الحساب. انا كاتبة كل حاجة في الورق من عند الخضري. ده ايه الحوسة السوداء دي؟ ده تقديرك انت يا دكتور ايهاب. ما ينفعش بناء على تقديرك الشخصي ده انك تمشي دكتور من المستشفى من غير ما ترجع لي. افهم كده ايه؟ ان تقدير حضرتك غير التقدير بتاعنا؟ اي جراح صغير هيبقى عارف ان غلطة الدكتور رامي هي السبب في وفاة المريض. افهمني يا دكتور، انا هنا مش مجرد دكتور بس، انا صاحب المستشفى دي، يعني عليا مسؤوليات. لما اهل المريض يرفعوا علينا قضية ويتهمونا فيها بالاهمال في الوقت نفسه اللي حضرتك بتفصل الدكتور فيه، يعني معنى كده ان احنا بنعترف رسميا ان احنا فعلا كنا مهملين، ونتفاجئ بقى بعد كده ان المستشفى تتحط تحت المساءله القانونيه ومش هنخلص. في الظروف اللي زي كده يا دكتور، التصرف الصح ان احنا نقف ورا الدكتور بتاعنا لغايه اخر لحظه عشان سمعتنا وسمعه المستشفى. يعني نسيب الدكتور رامي يموت له 3-4 وبكده تبقى سمعة المستشفى زي الفل. ده حضرتك بتتريق ولا ايه؟ عمي انا ما اقصدش. عمي دي مش هنا، عمي دي في البيت. كان ممكن تتصرف بطريقة أحسن من كده. شيل الدكتور رامي دوت من جدول العمليات. إيه المشكلة؟ لغاية الدنيا ما تهدى. 6-7 شهور وننهي التعاقد معاه خالص. لكن ما تتصرفش بالطريقة ديت. عرفت بقى ليه كان لازم تقولي على حاجة زي كده؟ عشان أنا آخد القرار السليم. معقولة أسافر كام يوم وأسيب لك إدارة المستشفى؟ أجي ألاقيك عامل كل دوت؟ عندك حق يا دكتور. بعد كده في القرارات اللي زي دي لازم أرجع لحضرتك. ولا أقول لك لما تغيب عن المستشفى أو تسافر لأي سبب من الأسباب، تبقى وكل أي حد بدالي يدير المستشفى. اتقمصت ولا إيه؟ بتهيألي اتقمصت. دي برضو مكانها مش هنا يا دكتور. بعد إذنك عندي حالات لازم أمر عليها. يا ابن المجنونة، وأنا اللي كنت بقول على نفسي إن أنا فجرت عشان أجرت شقة في الزمالك. طب أقول لك يا بت يا دودو، ما تيجي نأجر لك سويت كده متدلع جنبينا وتقعدي معانا. لا سويت إيه؟ أنا الطاقة بس مش الدرجة دي. يلا يا معفنة. فعلا في ناس كده مهما ربنا إداها برضو بيفضلوا وش فقر. يا بنت ده انت جايلك 29 مليون جنيه، يعني لو قعدتي تصرفي فيهم لحد ما تزهقي وشعرك يبيض ويقع مش هيخلصوا. عارف يا عمر، لو اشتريت فيلا في الجونه ومعاها يخت صغير كده ركنته في المارينا، عارف بقى الحسبه دي تعمل لها كام؟ كام؟ 25 مليون جنيه. اوف. شفت بقى يا عمر؟ شفت ان احنا معناش فلوس؟ حبيبي احنا فقراء، اللي معانا دي مش فلوس اصلا. ايوه صح، انا كده فقراء والله. طب بقول لك ايه؟ انتي سألتي على تمنهم فطلعوا كده بجد، ولا انتي بتخبطي رقم من نافوخك كده وخلاص؟ يا ابن اللذينة،
لعبت الفكره قدامك في ثانيه يا اختي يا دودو. حقك، ما انت نصيبك ضعف نصيبي. عارف يا عمر، انا عمري ما كنت اتمنى ابقى ولد قد اللحظه دي. طب بقول لك ايه، احنا نتكلم كلام جد بقى. انت فعلا ما كانش المفروض انك انت تاجري شقه، لان انت بفلوس العربون دي كان ممكن نجيب لك اجدعها شقه ونفرشها لك ونوضبها لك في ظرف 10 ايام. يا بت ده انت اخوكي مهندس ديكور. شوف مين اللي بيتكلم. طب ما تقول لنفسك. لا انا عندي خطط تانية خالص السنه دي، اللي انا فيه ده وضع مؤقت. وانا نفس القصه، الشقه دي بالنسبه لي برضو وضع مؤقت لحد ما هاني يخرج ان شاء الله، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هاني. اوكي. بقولك ايه يا عمر، انت لو جايبني النهارده عشان تكلمني في موضوع هاني ده كنت قولي ما اجيش احسن. لا صحيح، هكلمك في الموضوع ده ليه؟ ده حتى موضوع تافه وبسيط وملوش لازمه. انا ما بحبش حد يحاسبني يا عمر. احاسبك؟ والله ماشي يا داليا، نمشيها احاسبك. هو انت فعلا هتقولي لهاني انك انت جاي لك 29 مليون جنيه؟ طب وشمعنى انت قلت لتقى ومقعده في اوتيل 5 نجوم وبتخليها ما تشيلش قشايه من الارض؟ المشكله يعني ان انا اعوض جوزي عن الايام السوداء اللي هو شافها ودخله السجن بسببي؟ اديكي قلتيها، دخل السجن يعني نومانجي وحبسجي ونصاب، وعنده استعداد ياكل كل فلوس الناس الغرب. مش هياكل بقى فلوس مراته وحبيبته اللي مسلمه له نفسها بحالها بمالها؟ وبعدين انت بتقارني هاني بتقى؟ تقى دي بنت ناس. وانت ما تعرفش هاني، وما يهمنيش اصلا ان اي حد تاني يعرفه. كفايه انا متاكده من الراجل اللي عايش معايا وعارفاه كويس. طب ترهنيني يا داليا؟ ارهنك على ايه يا عمر؟ هنحط هاني بتاعك ده في اختبار صغير، ولو طلع واطي زي ما انا متوقع ومتاكد هتطلقي منه، ولو طلع بقى زي ما انت شايفاه ها هتعمل ايه ساعتها؟ هعتبره واحد من العيله، واخويا وحبيبي وصاحبي وشقي كمان. ايه رايك؟ ماشي، اتفقنا. على فكره انا بابا كلمني. انا فاهمه انت متضايق ليه، بس انا ذنبي ايه؟ طيب ابوك النهارده وقفني قدامه في المستشفى زي التلميذ الخيبان، وقعد يحاسبني عملت ايه وما عملتش ايه. هو مش واخد بالي انا طول السنين اللي فاتت دي انا اللي بديل المستشفى، هو ما كانش موجود. شويه بقى بيغير جو في المزرعه او بيغير جو بره، ويعدي مرتين ثلاثة في المستشفى وخلاص، وفي الآخر يقول لي أنا اللي بدير مش أنت. دايما محسسني إن أنا بشتغل عنده مش بشتغل معاه. طب أنا ذنبي إيه؟ فاطمة مش عارف أرد عليه في المستشفى، بفضفض معاك بكلمتين. ما أنا ما عنديش حاجة جديدة، وهرجع أقول لك نفس الكلام اللي قلته لك مليون مرة. طول ما أنت حاسس إن أنت قليل قدامه هتفضل متضايق بالشكل ده. طول ما أنت عمال بتفكر أنا ليه في ظل الدكتور فاروق هتفضل برضه متضايق. وعلى فكرة طريقة التفكير دي هتتعبك قوي. في ظل الدكتور فاروق؟ عارفة كان مستشفى بيتحايلوا عليا عشان أعمل عندهم عمليات؟ والله العظيم عارفة، وعشان كده أنا مش عارفة أنت بتفكر بالطريقة دي ليه. خلاص يا فاطمة خلاص. المهم هتيجي معايا الإسماعيلية بعد بكرة؟ يا بيت؟ ما أظنش، هما ساعتين تلاتة الولد يخطب البنت وخلاص. يبقى أكيد جاية. أهو يا سيدي على الأقل مامتك تحسبها لي مجاية وأقدر أخلع من المرات اللي فيها بيت دي. بس Thank you.
على فكرة بقى البرتقالي مش حلو، الأبيض أحلى. طب أقول لك صبعيهم، اعملي صبع برتقاني وصبع أبيض. طب إيه رأيك لو ناقشتهولك؟ بقت نقطة حمراء ونقطة بيضة، يعجبك؟ آه، يبقى أجمد. ده إحنا مزاجنا رايق بقى والغزالة اتعدلت. مش فاهم بتتكلم على ايه بالظبط. عن بوزك اللي بقاله اسبوع ممدودش برين. عارفه يا شيفا، احلى حاجه فيكي ايه؟ انك لقطاني. يعني لما بكون كده مزاجي مش ولا بد او بوزي شبرين، بتسيبيني لحد ما بروق. طب احب اعرف بقى مزاجك كان مقلوب ليه وبمناسبه ايه اتعدل؟ يكون من ايه بس؟ الشيطان، ما انت فاهمه. انا جالي وقت يا شريفه ملايين متلتله عماله بتتمخطر قدام عينيا، ما طلتش منهم حاجه. طبيعي اتضايق. بس هنقولي بقى؟ قولي حلال عليهم. يلا بس الحمد لله إن الواحد بيجيله لحظة بيعرف يفوق نفسه. آه، ربنا يديم علينا نعمة راحة البال ونعمة الجمال. إيه بقى؟ ليلتنا مش فل ولا إيه النهاردة؟ طب اطلع خدوش. صباحي صباحي. الو، طلع من بقك مزيكا. منيرة، منيرة انت معايا؟ اه معاك يا اخويا. هروح فين يعني؟ قولي لي بقى يا حبيبه قلبي، عملتي ايه النهارده من ساعه ما سبتك؟ النهارده يعني عادي زيه زي اي يوم. لا قولي لي بالتفصيل، انا حابب اسمع صوتك وانت بتحكي لي. لا 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 لا، انت مش انت يا حاج خالد، انت النهارده متبدل بتقول كلام غريب. ايه يعني كلام غريب؟ حلو ولا وحش؟ حلو، حلو قوي، بس ما يطلعش من واحد متخانق مع مراته. ايوه حبيبتي، ما انا ما انا بكلم مراتي برضو. انا وانا وانا بكلم حد غريب؟ ولا انت نسيتي انك مراتي؟ اه مراتك. هو انا لو مش مراتك كنت ارد عليك بعد نص الليل كده؟ طبعا مراتك. طيب احكي لي بقى، عملت ايه؟ عملت البسله؟ الو، يخرب بيتك، ده معاد تتصلي فيه؟ لا لسه ما قريتش، لما اخلص قرايه هكلمك ونتقابل. بقولك ايه، ما تبقيش تكلميني في مواعيد زي دي تاني عشان جوزي ما يشكش. طب يلا يا صايع عبيد، باي باي. بعد الظهر بقى طلعت كاسين جيني من اللي انا عاملاهم اول امبارح، وحطيت عليهم الاتنين موز، بس حطيت على الكاس بتاعي انا كريم شانتي، اصل ماما ما بتحبوش خالص. العصر جالنا المندوب بتاع الجمعيه الخيريه اللي بياخد مننا 100 جنيه كل شهر على روح بابا.
الحقيقة الشهر ده أنا وماما كنا متفقين إن إحنا نرفع المبلغ حبة، كنا هنعملهم 500 جنيه. أتمنى يعني جالنا خير كتير قوي. أبي الراجل إيه لما لقينا أنا وماما عايزين نزود المبلغ راح حكي لنا عن المشاكل اللي في الجمعية، منها إن الأطفال الصغيرين بيحتاجوا قوقعة للودن. تصدق يا حاج خالد؟ عشان الطفل يسمع بقوقعة للودن. الواحدة بتتكلف 150,000 جنيه. قوم أنا وماما كفلنا بطفلين. إيه؟ طفلين؟ يعني 300,000 جنيه؟ وده يجي إيه بس في الخير اللي ربنا ادهولنا. طب تصدق يا حاج خالد أنا وماما فكرنا في إيه النهاردة؟ فكرتوا في إيه تاني؟ فرحيني. فكرنا أنا وماما لما نروح النوبجاية الإسماعيلية نسأل عمي على حتة أرض نشتريها ونبني عليها جامع ونسميه باسم بابا ويبقى صدقة جارية على روحه. ماشي يا حبيبتي، يعني هي فكرة حلوة بس يعني أنا بقول واحدة واحدة مش كله ورا بعضه كده. بعدين تعالي هنا، أنتوا إيه اللي خلاكوا تقولوا لعمكم من دلوقتي على موضوع الأرض؟ مش كنت تهدوا شوية وبعدين أبقى نقول له بعدين؟ إحنا ما قلناش ولا كنا حتى ناويين نقول، لولا بس إن موضوع الجامع ده خطر ببالنا وإحنا بناكل الجيلي. لا لا، بتاكلوا الجيلي بقى يبقى خلاص صح، كان لازم يخطر في بالكم. قال لا قولي لي يا منيره، هو مشوار اسماعيليه ده غرضه ايه بالظبط؟ هنخطب مروه ليوسف رسمي. الواد يوسف هيخطب؟ يلا مبروك. وانت بقى ناويه تروحي معاهم؟ اه طبعا، ده اخويا واخر العنقود وانا اللي مربياه. ما تروحيش معاهم المشوار ده يا منيره. ما اروحش؟ ما اروحش ليه يا حاج خالد؟ يعني فرصة عد عليك نتكلم مع بعض كلمتين حلوين، أو أقولك أخدك كده ونخرج ونقعد في مكان حلو. مكان حلو فين؟ هتاخدني توديني كازينو؟ تعبان يا منيرة، تعبان وعايزة فضفض معاكي. عارفة شوية اللي أنا كلمتهم معاكي دول، أنا مش بعتش من كلام معاكي ولا من صوتك الحلو. مش هتسافر يا منيرة صح؟ عادي. ايه يا عم، ما كل شركات الانتاج فاتحه في المهندسين. يا ابني انا ما عنديش مشكله مع المهندسين، بالعكس، بس يعني زحمه قوي قوي. يعني مثلا لو هتركن، هتركن فين قول لي؟ يا ابني هو انا لو مدير شركه انتاج مش هلاقي مكان اركن فيه؟ انا ارمي المفتاح في وش اي زي سيركن لي هو. ايه ده ايه ده ايه ده، ده ما انت واضع لله رفع. احنا ليه بقينا وحشين كده؟ ليه الصغير بطل يحترم الكبير؟ ليه الغني بطل يحس بالفقير؟ وانت يعني لما تستقوى على الضعيف ده ربنا مش هيبعت لك اللقوة منك اللي يقفلها في وشك ويرمي القفل كمان؟ الله يا منيرة، أختي بتقول حكم مضرر والله يا شباب. عنيفة أوي في الحق منيرة. عارفين؟ أنا نفسي في إيه؟ نفسي نفكر صح ونبدأ واحدة واحدة. يعني مثلا الاستوديو اللي كنا بنسجل فيه الأخير ده بتاع 10 هتشتري منه يعني؟ وليه لأ على فكرة؟ أنا عرفت إن هو عايز ينقل مكان تاني ويسع وبأجهزة جديدة. فأنا ممكن أتكلم معاه لو راضي يديني المكان بتاعه بالأجهزة القديمة هيبقى زي الفل، وهو نبدأ واحدة واحدة. يا ريت طبعا. الله يفكر. نقول لي بس نقول المايه لو تسمح. شكرا. خلي نقول لي بس اسمه خلي. بص اكيد اكيد هو صوره المنبه يا عم، هات المليان. بقول لك ايه، انا سلمى امبارح سالتني عليك. سالتك قالت لك ايه؟ السؤال عادي يعني، عامل ايه، اخباره ايه؟ اوعى تكون جبت لها سيره موضوع الاستوديو او اي حاجه من اللي احنا ورثتها. لا يا عم طبعا، انا مالي. دي حاجه انت عايز تقولها لها ولا انت؟ هو انت فعلا خلاص كده قطعت معاها؟ مش وقتك من ده يا اسامه، مش وقته. انت فعلا هتتجوز بنت عمك؟ يا اسامه مش وقته، لما نخلص بقى من القعده اللي احنا قاعدينها دي. Yeah.
ضيق ويموت من طلعته، جميل ما شفت زيه ولا حد في رئته، ده اللوان وانواع حيلة ولو عيون كحيل، ده اللوان وانواع حيلة ولو عيون كحيل، وعملت كل حيلة لحد ما مضيت مدام لبنى. مساء الخير. مساء النور يا عم فتحي، خير في ايه؟ بص حضرتك، انا ما بحبش اظلم حد، بس حضرتك اكدت عليا ان انا لو شفت اي حاجه ريحتها مش تمام بخصوص كريم اجي ابلغك على طول. هتقلقني ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ هو كان واقف قدام الكشك وانا افتكرته ان هو واقف عشان يروح الدرس زي كل اسبوع. ايوه، وبعدين؟ بعدين عدت عليه عربيه فيها شادي وعبد الله، ركب معاهم وما كانوش لوحديهم، كان في واحده ورا شكلها كده لا مؤاخذه يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ازاي يعني؟ يعني استغفر الله العظيم، شكلها مش تمام. مش تمام؟ طب انا متشكره جدا يا عم فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بتعملوا ايه في الزفت ده؟ الاكل جاهز على السفره، اتفضلوا. مش فالحين الا في الراس. الو يا حنان، انا محتاجه كده ضروري قوي، محتاجه اشوفك. اهرب يا يوسف، اهرب، انفت بجلدك. اوعى تتجوز واحدة انت ما بتحبهاش. طب والكلمة اللي اديتها لهم؟ طز طز. انت متخيل يعني ايه تتجوز واحدة انت مش حاسس ناحيتها بأي حاجة يا يوسف؟ انت متخيل هتصحى كل يوم تقنع نفسك انك هتتعود؟ وبرضه مش هتتعود، مش هتتعود. ممكن نقول هتنحس، هتصدي مثلا، انما لا انت هتبقى مرتاح ولا هي مرتاحه. انتوا الاثنين هتبقوا في جهنم. جهنم يا يوسف. ايوه بس مروه، مروه غير وفاء، مروه بتحبني بجد وانا عارف كده كويس. ما حبها ده بقى هيزود على كل اللي قلته واحساسك بالذنب. هتلاقي نفسك كل يوم بتدور على عيوبها مهما كانت صغيره، تضخمها جدا بس عشان تغفر لنفسك ان انت بتكرهها وانك مش مرتاح معاها. تغفر لنفسك ان انت بتفكر في واحده تانيه بعيد عنها. بلاش يا يوسف. بص لي انا، اديني قدامك اهو. اتجوز ومخلف. ما عنديش بيت. عايش في فندق. كل يوم بلف في الشوارع. الست اللي انا متجوزها بتكلمني كل يوم وانا ما بردش عليها عشان تتفاوض معايا. والست اللي انا بحبها مستني منها مكالمة واحدة
عشان تقولي انها اختارتني. عايز تبقى زي يا يوسف؟ لا لا، بس يا كمال انت مكبر الموضوع شويه. انا مش مكبر حاجه يا يوسف، وانت جاي لي هنا عشان تسمع الكلام اللي انا بقوله لك ده، عشان انت عارف ان انا بقول لك الكلام اللي حصل فعلا معايا. انت عارف ان انا واثق في كل كلمه انا بقولها. انت عارف انا زي مين يا يوسف؟ انا زي اللي راح جهنم شاف كل حاجه هناك ورجع عشان يحكي هو شاف ايه. بلاش. انا وعمر اخوك، شوف ايه اللي حصل لما الفلوس جات لنا. انا اول ما جات لي الفلوس فكرت ان انا اخلص من مراتي. عمر اخوك بقى اول ما جات له الفلوس فكر ازاي يسعد مراته، يتبسطوا بالفلوس لانه بيحبها، بيحبها يا يوسف. بلاش، اتجوز اللي انت بتحبها يا يوسف، لو ما لقيتهاش ما تتجوزش من اصله. ملاها جواز، هما يعني اللي اتجوزوا كانوا خدوا ايه؟ ايوه بس خلاص، يعني احنا هنروح انا وانت بكره لعمي. طب ومال؟ ما نروح، نروح ونطلب ايدها ونقرا الفاتحه وكل حاجه. ساعتها بقى هيبقى عندك العيب، هتبقى ما كسرتش كلمتك، وفي نفس الوقت الخطوبه دي معموله عشان نشوف بعض، نشوف هنعرف نكمل ولا مش هنعرف. محدش بقى ساعتها هيلومك لما تفسخ خطوبتك بعد كام شهر. صح؟ صح. أنا جيت أتكلم معاكي عشان تزعق، وست زي تقدري تحطي نفسك مكاني. طب حطي نفسك مكاني كده هتعملي إيه؟ طب والله العظيم وحياة ربنا بيجي عليا وقت ببقى عايزة أرمي نفسي من البلكونة أو أولع في نفسي بجاز. أخوكي هيبقى مبسوط لو عملت كده. لو هحط نفسي مكانك أول حاجة هعملها أهدى، أهدى خالص. الهرية والنكتة دي مش هيوصلوكي لأي حاجة. حاضر، هدوس على الزرار عشان أهدى. أهو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنتي قاعدة متستتة في بيت جوزك، عمرك بتكلميه في التليفون يقفل في وشك السكة، ولا بيجيلك يوم يقولك أنا هتجوز واحدة تانية. ها عايزة إيه؟ هتفضلي على ذمتي ولا إيه؟ يا بنتي حرام عليكي، حرام عليكي، ما تعمليش في نفسك كده. طب اطلبي عشان خاطري، اطلبي شوفي هيقول إيه. طب أنا بس هرد عليه أقول له إذا كنت هقعد ولا همشي يعني. اطلبي يا حنان. طب خلاص أنا هطلبه. الو، يعني بترد على التليفون والتليفون مش مقفول ولا حاجه؟ طب اسمع، انا عايزه اقابلك النهارده. قفل التليفون. انت مش ممكن، انت رهيبه، فعلا رهيبه، اكتر واحده في الدنيا اشوفها عدوة نفسها. انا اكتر واحده في الدنيا استحملها. انا بنت ناس ما يتعملش فيا كده. مني لوحدي، مفيش حد ساندني ولا يقدر يقف في وشه، حتى اخويا اللي بره كل ما اكلمه يقول لي انت غلطانه. طبعا ما هو اللي مدبسني في الجوازه دي، قال لي صاحبي وابن حلال. بذمتك في واحد ابن حلال يعمل في مراته كده؟ انت عندك حق، عندك حق، مش هو اخويا بس غلطان.
ما تضغطيش عليه، سيبيه سيبيه هو هيجي لوحده. بيجيش بقاله شهور ما بيلمسنيش، كأنه بيعاقبني على حاجة أنا ما عملتهاش. قلت يا بنتي ما تضغطيش عليه زي ما انتي بتقولي، وسيبيه هو هيجي. ما بيجيش.